في خطوة مهمة للحفاظ على الإرث والتراث الثقافي الغني اللي بتتمتع به مصر، وهي افتتاح بيت التراث المصري اللي هيكون مركز عالمي للتراث المصري، كمان هيكون منفذ من منافذ تواصل التراث المصري مع العالمية. يا شاذلي، بكل تأكيد عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن بيت التراث المصري من الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزير الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي ورئيسة مجلس أمناء بيت التراث. يا دكتورة صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليكم. يا أهلا بيكي. طبعا مما لا شك فيه أن مصر غنية بتراثها المادي وغير المادي، بس بما أننا بنتكلم عن التراث الغير المادي دلوقتي، فعايزين نعرف من حضرتك أكتر، إيه هو بيت التراث وإيه الدور اللي ممكن يلعبه في المحافظة على هذا التراث، التراث الثقافي غير المادي؟ طيب الأول صباح الخير، وأنا بشكركم جدا على أن أنتم تلقوا الضوء على خطوة مهمة جدا تمت في مصر أمس افتتحت وزارة الثقافة مع عدد كبير من المسؤولين المصريين والوزراء ومحافظ القاهرة ومجموعة من السفراء حدث مهم، افتتاح بيت التراث. بيت التراث أساسا معني بعمل أرشيف وطني للتراث الثقافي غير المادي. طبعا تراثنا الشعبي غني جدا، وإحنا مبارح قلنا مصر في التراث الثقافي دولة عظمى، ولا يليق بنا ان ما يكونش عندنا ارشيف لهذا التراث. صحيح. المتناثر اللي موجود فعلا وتم جمعه وبيتم طول السنين اللي فاتت في مصر من الخمسينيات، لكن ما فيش منطقه مجمعه لكل هذا. ارشيف وطني كان حلم كبير لكثير من المصريين، خاصه الباحثين والفنانين اللي عايز يسمع اغنيه من تراث بلده، مثل عاده تقليد رقصه، لازم يبقى في مكان يلجا اليه. طبعا بنتخذ لهذا كل التدابير. عندنا اخذنا مكان في مركز الحرف اليدويه في البوستات، هنبتدي نتواصل بقى مع الجهات اللي لديها ماده، وايضا بنطمع في تعاون منظمات المجتمع المدني والافراد اللي لديهم ماده. طيب احنا حابين نتكلم على حضرتك عن بعض من الاتفاقيات اللي تم توقيعها، وخلينا نتكلم عن بالتحديد اتفاقيه صون التراث الثقافي غير المادي اللي بقالها 20 سنه تقريبا. يعني حابين حضرتك تكلمينا عنها بعد 20 سنه، ايه اللي حصل؟ احكي لنا عن هذه الاتفاقيه صون التراث الثقافي غير المادي. الاتفاقيه دي أبرمت في منظمة اليونسكو سنة 2003 بعد ما كان التراث في العالم كله بينظر إليه على إنه هو الآثار والأشياء المادية، فالتفتت المنظمة بتعاون مع عدد من الحكومات إلى إن تراث الناس مهم أيضا، ما يحملوه من عادات وتقاليد وفنون مهم أيضا، وإنه أبرموا هذه الاتفاقية. إلى اليوم وقعت على الاتفاقية دي 181 دولة من دول العالم، وده رقم كبير. الاتفاقية لها عدد من آليات، يعني أنا بروح زي مصر مثلا سجلت على قوائم الاتفاقية سبع عناصر. سجلنا السيرة الهلالية والتحسيب والأرجوز والنسيج اليدوي في الصعيد، وسجلنا فنون الخط العربي والممارسات المرتبطة بالنخيل. عندنا عناصر كتير موجودة عليها، وما زال لدينا عناصر نسجلها، لكن الحقيقة لأن الكباسيتي أو قدرة الاتفاقية على التسجيل ما هياش كبيرة قوي، إحنا أغنى من كده بكتير، فإحنا قررنا أن يكون الأرشيف الوطني بيسجل كل عناصر التراث. الاتفاقية مصر وقعت عليها من 2005 وبتطبق كل آلياتها، يعني التسجيل على قوائم الاتفاقية، احنا عرفنا يوم ما عرفنا ان الأرجوز اتسجل كان حدث كبير، والتحسيب كذلك والنخلة. لكن ايضا مش بس التسجيل، الاتفاقية اهدافها انها ترفع الوعي بأهمية التراث، لازم نصونه، لازم نحافظ عليه، نضحصنا عشان نحافظ على هويتنا. بتساعد كل الدول مساعدات مادية ومعنوية وتقنية علشان تحافظ على تراثها. الاتفاقية بقالها 20 سنة، لكن مصر من أوائل الدول اللي وقعت عليها واللي دايما بتطور في آلياتها مع الاتفاقية. أنا دلوقتي أحد أعضاء لجنة التقييم اللي بتقيم الملفات اللي المفروض أنها تتسجل على قوائم الاتفاقية، وإحنا 12 شخص من العالم بيبقوا بمثابة قضاء داخل اليونسكو بيحكموا هل هذا العنصر جدير بالتسجيل أو لا. فمصر ضالعة في كل آليات الاتفاقية منذ اليوم الأول، وما زلنا معاهم بنطور في الاتفاقية. الاتفاقية دلوقتي معنية مثلا بربط التراث اللي احنا بنعمله ده، العادات والتقاليد والغناء والحرف اليدوية، بالتنمية المستدامة، وافتكر ان احنا محتاجين ده في بلدنا.
طيب من خلال هذه الاتفاقية وزي ما حضرتك ذكرتي إن في قضاة للتحكيم، هل هذا العنصر جدير بالإضافة ولا لأ؟ هل برضو من خلال هذه الاتفاقية والقضاة اللي موجودين ممكن يحكموا هل هذا التراث هو ملك دولة لو حصل خلاف مثلا ما بين دولتين على تراث من التراث الغير مادي؟ طبعا، لأنه كل دولة بتقدم ملف وفق معايير محددة، وبل أيضا ممكن دولة تشكو وتقول لا هذا العنصر مش موجود في الدولة، أو إن أنا بشاركها مش معناها إن أنا أخذه منها، لا، إنها موجودة، العنصر الشوربة دي موجودة في بس الدولة، ممكن يكون في عنصر مثلا أو في اسم مختلف أيضاً. باسم مختلف أو في عنصر مضاف مثلا، في حاجتين، في إنها ممكن تكون موجودة، لعبة السيجا موجودة عندي وموجودة عند تونس وعند السودان وعند بوركينا فاسو بأسماء مختلفة، لكن هي نفس اللعبة، ما أقدرش أقول إنهم خدوها مني، لأنه امبارح كنا بنتكلم مع مندوبة اليونسكو كانت موجودة على وجود الأهرامات في المكسيك، ده هما ما خدوهاش، إزاي ناس في أزمنة بعيدة جدا عمرهم ما كانوا بيتلاقوا فما حدش أخد، لكن العقل الإنسان ابتكر حاجة في مكان هي نفسها ابتكرها بشكل آخر في مكان آخر. طبعا مسألة السطو واردة، مسألة الغزو واردة، مسألة حماية التراث الثقافي غير المادي في وقت أو المادي حتى في أوقات الأزمات. إحنا لدينا دلوقتي مشكلة، وإحنا مصر بتقوم بدور مهم جدا بأنها تعمل ورش تدريبية مثلا على صون التراث للأخوة السودانيين اللي موجودين، الباحثين الموجودين في مصر برعاية اليونسكو، لأنه في تراث مهدد، في تراث سيختفي مع اختفاء آلياته في المنطقة دي، فالمفروض ان على الاتفاقية وان على اليونسكو خطوة يا فندم غاية في الأهمية، لأن زي ما حضرتك قلت ان احنا بنحافظ على هويتنا كمان للأجيال القادمة. شكرا جزيلا الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي ورئيسة مجلس أمناء بيت التراث، ألف شكر لحضرتك.